أنا اسمي عبد الناصر ناصر العيلي الحصري، ولدت بالكابري سنة 1932، ونزلت على عكا 39 أتعلم في المدرسة، وظليت في عكا بس كنت بشكل دائم بالفرص والمناسبات وأطلع عند أهلي يعني عند جدي. هي كانت جوهرة المنطقة كلياتها، كان فيها عين العسل اللي هي بتشرب من أهل البلد والبساتين اللي فيها، أحسن مي كانت موجودة بفلسطين كلها مي الكابري يعني العسل. وكان في أناية الباشا اللي كانت تنزل تسقي أهل عكا والسمرية والمناطق اللي بالطريقة. وكان عدد سكان 1630 نسمة. كان فيها زعيم بيقولوا كان فارس سرحان اللي هو كان زعيم المنطقة كلها هون. في 23/7 سنة 48 اجى خبر لفارس سرحان انه اليهود طالعين قافله عسكريه على جدين. فبتعرفي العالم كانت فقراء، واللي معها بارودي واللي معها هذا، واجوا قالوا بدنا يهاجموا الكابري اليهود، فربطوا لي من عند المقبره الكابري هون من الكويكات من كل الكره، كل واحد معاه بارودي اشي اجى يوقف، وصارت معركه يميته هناك. قتل من اليهود حوالي 85 واحد، من العرب 7، وانحرق لي 13 سياره كانت محمله من تحت سلاح مو فوق محملينها مشان تعرف يوهموا الناس. فبعدها هاجموا الكابري اول مره، اجى الجيش السعودي الاردني مشان يحمي الكابري والمنطقه هون. اجت اوامر بالليل الساعه 12 بالليل من الملك عبد الله اللي ينسحب من اللي بهذا. فطلعت الاهالي قالت له وين بتدشرونا؟ اليهود بيذبحونا، ما فيش معانا سلاح ولا معانا ايش، انطونا ايش ندافع عن نفسنا. قال ما عندنا اوامر نعطيكم. فهن طلعوا من هون والعالم هجت بالجبال. تتذكر انت لما هاجرتهم؟ هاجروا كلياتهم، هاجروا اكثريتهم، هاجروا على منطقه انا والمنطقه جنوب لبنان. هناك هاجروا، انا طلعت كمان قبل الهاي، قعدت هناك 15 يوم بانا وعودت رجعت على عكا. طيب انت اليوم مشارك بالمسير ال 15 لمسيره العوده. اي نعم. ايش بتحكي لنا عن مشاركتك اليوم؟ انا طلعي انا من الحمد لله من 51 تجوزت، وكنت عضو بالحزب الشيوعي بهذاك الوقت، كنت عبارة عن شاب، كنت وصلت لشكرتين شبيبي، وبعدين بال 58 اسست الكشاف الاسلامي في عكا، و 61 كنت رئيس للكشاف الاسلامي، وبعدين كنت رئيس فريق فطبول اسسناه سنه 51 شباب العرب. يعني كل حياتي كلها كانت نشاط، واشتركت مع المعارك كمان بالقائمه تبعته، كنت عضو اللجنه المركزيه بالمراقبه. عندنا نشاطاتي الحمد لله الواعي والمستمر. انا اليوم عمري 80 سنه، صحيح بقدرش اقوم بكل هذا، بس قديش بقدر اوصل لهي الاجيال اللي طالعه اليوم، لانه اذا انا ما حكيت لإلك انت مش راح تعرف ايش صار مع الجيل اللي قبل اللي اكبر منك. فهاي رساله بوجهها لكل اب، لكل انسان كبير يوصل رسالته لكل شاب، انه هاي الارض ارضنا ولم نستغنى، ممكن نستغنى عنها ولم نسمح نطلع عنها. اليوم هن حاكميننا، ولكن راح يجي يوم اللي تنحل القضيه، وان شاء الله بكون قريب. عمري 4 سنين. موجوديني بعمقه صح؟ بعمقه. طيب طب ليش احنا اجينا لهون؟ ليه؟ مين هون كان في زمان؟ كان فيهم ناس زمان ساكنين؟ وايش صار فيهن؟ مش قربت لك الصبح ايش صار فيهن للناس؟ صح؟ في حرب وهربوا. مزبوط، كان في حرب وهربوا، مزبوط. واحنا ايش بدنا اياهن؟ ايش بدنا؟ ايش بدنا صالح؟ بدنا احنا نروح هنا عشان بدنا اياهن. بدنا اياهن ايش؟ يجوا لوين؟ لهون عشان هي بلدهم. صح؟ صح صح، يرجعوا بلدهم. مزبوط مزبوط، عشان هيك احنا اجينا لهون. صالح صح؟ صح.